تحياتي ليك زميلي امير فين يا شريف؟ ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا شريف. اهم سؤال بالنسبه لي، طمنا على محمد محمود، ايه اللي حصل؟ الاول خلينا اطمنك طبعا على محمد محمود، ان الكل بتسال على محمد محمود وتليفونات والناس كلها عاوز تطمن. ومحمد محمود يمكن كان عنده خبطه في الركبه وراح الان يعمل اشاعه وفي انتظار عودته، او يجي النهارده او يبلغ الدكتور خالد محمود بيعتمد الاشاعه باذن الله ما فيش حاجه، لاني هو خارج ما بيزكش، وهو راح يعمل اشاعه كمان برضو خارج ما بيزكش، فباذن الله باذن الله سليمه وشبه حاجه كبيره باذن الله باذن الله تكون كده مش اكتر باذن الله. التشخيص المبدئي ايه؟ يعني لو انت تواصلت مع الدكتور خالد محمود، او يعني طمنا يا شريف. تعرف الدكتور خالد محمود ما بيتكلمش خالص غير بعد صدور الاشاعه. فقال لي مش هعقب الا بعد طلوع الاشاعه، بس باذن الله خير. طب دكتور خالد ما بيعرفش يعني يجمل كلامه، فلو كان في حاجه كان هقول انا شاكك في حاجه، ربنا يستر. لا هو قال باذن الله خير. طيب بس مش هنتكلم لما تبقى الاشاعه. طب هل الركبه هي الركبه اللي كان فيها الاصابه ولا الركبه الثانيه؟ هي كانت الركبه اليمين. اليمين. بص يا زميلي امير، عشان برضو ما نعملش قلق للناس على الفاضي، نستنى يعني الاشاعه تطلع. طيب يا شريف، طيب هيبقى خير. طيب يا شريف، انت شايف مشيته الحمد لله كويسه ورايح يعني المستشفى؟ لا هي ماشيه كويس وماشيه كويس ما بيزكش، فلا الدنيا باذن الله خير. هي مش اكتر من كدمه باذن الله، ثلاث اربع ايام باذن الله بالكثير باذن الله، يعني باذن الله باذن الله. ان شاء الله نتمنى ان الامور تكون بسيطه بالنسبه لنجمنا محمد محمود، وعودته في الحقيقه كانت منتظره بالنسبه لنا جدا، وان شاء الله تكون اصابه بسيطه جدا. يا شريف طمني بقى على اخر اخبار الفريق والتدريبات النهارده. خليني اقول لك ان النهارده طبعا المران كان في الرابعه عصرا، ويمكن بداوا بجري حوالين الملعب، وكان في تسخين وكان في دوائر بالكره، ثم كان في تقسيمه كبيره شارك فيها المفرح طبعا لجماهير النادي الاهلي مروان محسن بالواقع او القناع على الوجه، شارك في التقسيم بكل قوه، تقسيمه كانت كبيره شويه، ما كانش طول الملعب ولكن كان في جزء من الملعب صغير بس قص ومستر فايلر، بس التقسيمه كانت كبيره جدا، تعلق فيها نجوم كتيره على راسهم مروان وقفشه والشيخ شحات واجاير سليمان وديانج ورطاطا، شدت كل انظار متابعين. وكان في اكثر من اصابه في هذه التقسيمه، الكل بيحاول يثبت للراجل حماسه الشديد، يمكن الراجل وقف التقسيمه وحذر من التكالنج والخشونه في التقسيمه. لعيبه النادي الاهلي يمكن معذورين، الكل عاوز يثبت نفسه، فالكل عاوز يلفت نظر الراجل ليه، فبيلعبوا التقسيمه اكنها مباراه رسميه، فللاسف دي اللي بتعمل اصابات. فالراجل حذر النهارده كذا مره، النهارده طلع وقع ثلاث اربع لاعبين بس الحمد لله قاموا. الراجل لما لقى التقسيمه قويه جدا راح خفف من قوه التقسيمه وبدا يدي تعليمات اكتر منها علشان خاطر الكل عنده حماس، الكل بيجتهد، الكل عاوز يلفت نظر الراجل، الكل عاوز الفتره المقبله يشارك في التقسيمه او يشارك في التشكيل الرئيسي للنادي الاهلي. على الجانب الاخر تمرين الحراس الشناوي اكرامي علي لطفي مصطفى شوبير، اربع حراس تالق النهارده ملفت للنظر، ان الراجل النهارده بيعمل حاجات كتيره في التمرين جديده، مدرب الحراس يمكن حاطط زي مواسير في الارض وعليها بيرش عليها ميه، شحات الكوره فتخبط في الماسوره فتغير اتجاهها، رد فعل الحارس. فعلى نهايه المران بداوا يتعاملوا مع الكرات بكل ابتدار الاربع حراس، ما شاء الله على مدرب الحراس حاجه جديده، كل يوم بنشوف حاجه في التمرين. ان شاء الله على الاربع حراس تالق ملفت للنظر باذن الله، كل هذه التمارين تاتي بثمارها في المستقبل القريب للنادي الاهلي، ويكون الاهلي عنده اربع حراس على كفاءه عاليه. وما انساش طبعا احمد طارق الحارس الخامس باذن الله، خمس حراس باذن الله هيكونوا لمصر حاجه فخر لمصر الفتره المقبله. وزي ما قلت لك مروان شارك ولفت الانظار، يمكن كان في جلسه طويله النهارده بعد نهايه المران مع مستر فايلر ومحمد هاني، يمكن الراجل كان حريص يتكلم معاه حوالي ربع ساعة في أرض الملعب. تأهيل مازال مستمر لكريم نيدفيد والمحمود متولي، محمود متولي خلاص بإذن الله بتتكلم في يومين ثلاثة، يمكن بكرة الأهلي عنده تمرينة في الرابعة عصرا، وهيكون يوم الجمعة ويوم السبت أجازة. بإذن الله يوم الأحد بإذن الله يكون محمود متولي بيشارك في تمارين النادي الأهلي. يمكن دي كانت أبرز كواليس تمرين الأهلي. أطمنك زميلي أمير في الآخر، باذن الله باذن الله
محمد محمود يعمل اشاعه تكون بسيطه باذن الله. يا ريت يا شريف لمجرد ما يخرج اي نتائج او اي تصريحات لدكتور خالد محمود تبلغنا على طول عشان نطمن جمهور النادي الاهلي. عايز اسالك ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه معسكر بالنسبه للنادي الاهلي مباريات وديه، قول لنا استقروا على حاجه ولا لسه؟ مفيش اكيد مباراه وديه لحد دلوقتي، هو بكره في تمرين، بعد كده في اجازه يومين، وبعد كده في تمرين تاني. الى الان مفيش تم الاعلان عن مباراه وديه، كل اللي بيقال ان في معسكر الفتره المقبله وهيكون فيه المباراه الوديه. المعسكر فين؟ في ثلاث اربع دول معروضه على النادي الاهلي، فلسه النادي الاهلي بيفاضل ما بين هذه الدول، ولكن الاقرب وليس بصفه رسميه هي دوله الامارات. طيب مروان محسن بعد وصول القناع بيشارك في التدريبات وبيلتحم بشكل طبيعي؟ بشكل طبيعي، والنهارده متالق وملفت النظر النهارده، واحرز النهارده ثلاث اربع اهداف. ما شاء الله، يمسك الخشب ولا اروع ولا اجمل. ما شاء الله يا شريف، انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي.